مدن علي حسن محمد علي مريحان وزير كهولها قود قديك يقولين تسمالي لعن ومد صفر شقاء وقم غناوان دكا تركي عيا ساكا صباح النماذي هوري دل كدب وصول لابطي ددوين عضو تربضان او ديار سنة سردوين تواسيركا عيا سفر دير وجري يقوان ستي استاما يكو سردوين يا وزيركا وزيركا يمرك وزوك علي قبتي لغو سردوين وحو سلان لحق قضي ددوين هاسي وحان وربحين توقو وربحي وزيركو سفر كيسا كلما ولقاتي مزوريين تودن كتركيغا يسيدو كلا وحي وصوه بصامي باهين تكلا سعوتين وحان مدود تومنيو إلا طبن عشاة شوغي دالكا تركيغا وحا كنتي دالكا تركيغا ودلوين ودل مسلناء ودقاليه يسا يودد كي سباي كوريا هذه اتشار وحا اتشارات دلال دقالو كوريا لكن دد كي سباي كوريا يساق ما شاء الله تركيغا دد كي يدقالو بوي كوريا ودل كنتي أرمها أفريكا يا أريمه عالم كا يا أريمه مسلم كبا سجارة وسيد دنيا وادل شو تيجي على إنه دولة ده أفريقيا وحلقة بصدو مركا سفر كانوا جوا عنكو تجي وها سفر شقاء ودور دينع دينع شركة اسمها وانو كلام ليا لاني وهاولا خصيصا وسارد هاولا هجود يهاوسين كا يقول شيال عن كاسو كلاه هو أنه دوني إني ندلك مال جليان أيوها وحكلوه شركة دي شركة يالي شركة ضي مكبا سلقو دي هاي تركي قو شركة وينو اللي راه دو Building Alliance Corporation وي مكبا بربرا حرون تيدو تهي ووداد عاري قابا بريشي دي يودوين كي عير شكروسكي يكاد سيسا و يدا لفتي دو هاوش ودو قرشياشي ee jisidii aanu galay aan ku soo kordhay dhismaha wadada jidka weyn ee Ciirgaabo ay ka mid tahay ee hawsha dhismayaasha shirkadaha ka soo koob waxaanu la kulanay oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo Soomaaliland macluumaad badan iyo warar badan ka haya oo wasiir deemka looga sheekeynayo Soomaaliland aanay ahayn rutii ومركي سمال لان تاريخ ده إيو حالة ده دي هور مركي ده نقول شيء كينو حلبة أق أو كنتي معلومات كده دون هيا وح كنتي وآدي آدي آد سمال لان وقام هذا علي سير كريم هذا بدأ تركي جو نبت جليه ده ديمقراطية ده إيو اسمها الدولة دي ماذا أي تابع جليين إيو هور مركي سمال لان كنت لابسه طي حيابة إنك إن لا ير runtii ayuu hadii jeer markaynu dhexdeena ka murmayno aynu ama ayna waxba ka soo qaadin ayaa dunida aad iyo aad wax weyn la waqtihiin nabad ka jirta ay laga wado Soomaaliya dunidu waa ku daashay kunta soddon kun afar kun askari ba intii dhowr iyo toban sanadood u dambeeyay ba joogay welina waqtihiin afar kaba qadna marka inay waxaas u dhan qabsanay هذه aad buu inoo mahadceliyay inoo amaanay oo inoo hambaliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxa kale oo runtii ay dawladda Turkigu oo wasiirku noo sheegay inay diyaar u yihiin inay Soomaaliland xidhiidh fiican la yeeshaan wasiirka dowladda ee hawada Soomaaliland Mudane Farxaan Aadan Haybi ayaa geestiisa wasiirka ku soo dhaweeyay dalka soo dhaweeyayna سفر كون عيسان يقيم أهله وكتري تركيا كل واجبات كي قرنوا ويه وفي الوقت ما أتين حل كيس دين عيسى واجب كيس كتو وعبد السلام أحمد عود عبد الشرمني ستار تي في هرقيسة